عن تهنئتي وتهنئتكم جميعا لثلاثة من الفرسان: دكتور علي عبد العال، السيد محمود الشريف، سليمان وهدان. الثلاثة ينتمون إلى المجلس القومي للقبائل المصرية والعربية. وبينكم حوالي 135 نائبا ينتمون إلى هذا المجلس، وهو شيء عظيم. صحيح أننا لسنا كيانا سياسيا ولا ائتلافا برلمانيا، وصحيح أننا ننتمي إلى مشارب وأيديولوجيات ورؤى وأحزاب وقوى متعددة ومتباينة، لكن يجمعنا جميعا الهم المشترك، القاسم الوطني المشترك، الإحساس بالوطن والسعي إلى الخلاص من أزمته. تلك الأزمة التي وضحت بينة اليوم على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندما استثناء مصر من المخطط، هناك من يريد أن يلحقنا باليمن وليبيا وسوريا والعراق. عبر عن قلقه وقلقنا جميعا، وهو محق في ذلك، لأن الذين يظنون أن رد فعل من أحد كائن من كان، ولا نرى قناة تعتذر، ولا لجنة تقول أن ما حدث يستحق التحقيق، يجعلنا نتأمل ونتساءل ما الذي يجري؟ ماذا تريدون من صعيد مصر؟ بالأمس كانت سيناء، واتهام البدو الشرفاء الذين دافعوا عن مصر من الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، لأن البدو يخونون مصر، واتهام أهلنا في النوبة بأنهم يسعون إلى الانفصال، واتهام أهلنا الأحباط بأنهم يسعون إلى الطائفية، وسب أهلنا في بورسعيد. ما الهدف من وراء كل ذلك؟ حالة احتقان مجتمعية، دفع الناس إلى احتجاجات وفوضى، وارتكاب أفعال من شأنها أن تضر بالسلم وتكدر الأمن العام. هذا مخطط، إنه الجيل الرابع من الحروب، يستهدفون جذور المجتمع، خيوط تتحرك في الداخل، أناس ينتفضون يريدون أن يخلقوا دولة داخل الدولة، مطالب مهنية أو نقابية سرعان ما تتصاعد لفصل فلان ورمي فلان وتدمير مجتمع وتحريض على مؤسسات في الدولة المصرية. عادوا يطلون برؤوسهم تحت شعارات أخرى متعددة، عادوا يبثون السموم باسم الحقوق النقابية طارة، باسم حرية الإعلام تارة أخرى، باسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني، يوجهون طلقاتهم بزعم أن مؤسسة الشرطة عادت للقمع مرة أخرى، وأن الدولة تمضي نحو العسكرة. وقس على ذلك حذاري القبائل المصرية العربية، لا أقول القبائل العربية لأن المصريين عرب.